انا عاوزه ابني حال. هعمل لكم جنايه النهارده، هوديكم في 60 داهيه. مفيش لزوم يا ست فردوس، عيب الكلام ده يا حبيبتي. اطمني يا ست فردوس، ابنك بخير. ما تاكلوش بعقلي حلاوه، انا عاوزه اعرف ابني فين، جرله ايه، عاوزه اشوفه حالا حالا حالا. يا ست هانم، انت سبت لنا الولد وقلت راجعه بعد 4 ايام. ايوه يا حبيبتي، ايه اللي جابك بعد يومين؟ هو جاب عيال؟ بابا عنده حق. معلش يا ست فردوس، تعالي بعد يومين واستلمي. لا الكلام ده ما ينفعنيش، انا هوديكوا السجن كلكم، انا هجيب لكم ورث النبض حالا. يا ست فردوس مفيش لزوم يا بنتي، مفيش لزوم. كوهين اعمل معروف يا ابني، هات لها الولد ونخلص. مش بتقولي يا امي والمصاريف اللي عملناها وتعبنا وشقانا؟ طيب وايش هنعمل بقى اذا كان بختنا كده، اسمتنا كده وعلينا وعن وقعه. خش في عينيا، خش عايزني اصدقك انت وخدت اصحابك حكمت بنفرين. يا بابا الحكايه فيها سوء تفاهم، انا هجيب لك امر ومحسن يقول لك على الحقيقه بلسانه. الحقيقه اللي عايز تحطها بخير يا طلالي، انا ما يخش عليك كلام زي ده. انا ناس اللي اخر البنت وخلني فتحتهم للجو. يا بابا حرام عليك تفتح البنت وتفتحني انا كمان. يا بابا اوعى نفسي، حرام عليك. اوعى يا بابا الحقيقه فيه. اكلمه اقول له ايه بس يا ابني؟ بقى دي عامله تعملها يا مجدي، انت اللي بنقول عليك عاقل يا ابني. انت كمان مش مصدقاني يا ماما؟ بقى انا اعمل عامله زي ايه؟ انا هروح اجيب لك امر ومحسن يقول لك على الحقيقه. انا فكري ما يخيبش ابدا، وشرفك لا يتجوزها الليله. الله يخرب بيتك، منك لهم. ايه ده انتوا وديتوني في ده؟ ايه اللي خلاكوا فكرتوا في الفكره المهندله دي؟ انا افكاري ما تخيبش ابدا. ايه؟ انا ماليش دعوه، دي فكره الاستاذ عمو. اه فكرتي وماله؟ مش ربنا اهتم بكتير يا حبيبي؟ خير؟ هو اللي يعرفك يعرف خير؟ ده انتوا خليتوه اتقلب عليا، وبعد ما كان وافق على جوازي من امل نزل تحت عشان احمل لهم فضيحه. يا خبر اسود. المهم دلوقتي لازم تلحقوه علشان تشرحوا له الحقيقه. يلا يلا يلا. احنا مش فاضيين لك يا خواجه، ما تعطلناش. هتعطلناش انت، اتفضل يا ست فردوس. خواجه تعالى تاني، احنا مش فاضيين لك النهارده. تاني وانا تالت، هاتوا لنا الولد. الولد خلاص وسامته طيب، ودينا ملجا. يا خرابي، وديتوا لنا الملجا ازاي؟ جاي اوديكم 60 داهيه. وانت مالك يا ست انت محلقي ليه؟ ما تحرقش ازاي يا ابني، ده ضايع يا ناس. هو ابنك انت ولا ابن عشان؟ طلعت خالته من بختنا الاسود. يعني فوفه ما يبقاش ابننا؟ ابنكم ده ايه؟ هي خط سرقه؟ عاوزين تحطوا ايديكم على ابني بالعافيه؟ محسن حبيبي حبيبي ما تفرحوش قوي، لسه في استئناف يا حبيبي. يا ناس يا ناس، حتى يا برج من العاليه هاتوا لي ابني. معلش يا ست هدي نفسك انت، وانا هجيبه لك حالا. تعال معايا. تعالوا. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انا ما اعرفش الواد جبته منين بس. اسالي نفسك يا ست هانم يا محترمه، انت راجل يا مجنون، لم لسانك. احسن والله العظيم اجيب لك النيابه. النيابه تجيبها لبنتك اللي ضحكت على ابني عشان يتجوزها. بس بس بس، انا فهمت الملعوب بقى يا راجل. يا بدانة عيدة جاي تستخرع لنا الحدوته دي عشان تخلي شاكر افندي يجوز بنته لابنك وتفرملني انا فشر وانا ناس من الشدي؟ اخلص وطع لسانك، احنا ناس اصرف من الشرف. واذا كان على بنتي مسلميه العريس موجود. ايوه احنا جاهزين اهو. ياكلها يعبيها، بس المهم ياخد ده الاول. الله الله يا راجل يا مجنون، روح ودي الواد اصحابه. خد اديه لهم وتتصرف فيه، جوح اولى بلحم طور يا عريس الغم. انت هتلبخ اتلمح سندغدغ الوقت على نفوخك والله. ابني ابني حبيبي فردوس. مين هذا؟ ايه كان عمرها؟ تعالى يا سمات، ايه حكايه ابوك السودا دي؟ بقى اهم ده اصل سوء تفاهم والحكايه طويله شويه وبعدين بحكيها. كل هنا يا ولد، ابنك من امل ولا من فردوس؟ يا بابا ده مش ابني انا اعرفه والله، ده ما اعرفوش خالص. امال ابويا بقى مين؟ ابوه ابوه قدامك ابوه. انت لو بتتكسف وعندك ضمير كنت عملت العمليه دي، تقابلني في اسكندريه وتتجوزني بعقد عرفي وتقعد معايا اسبوع واحد وتسيبني حامل وتهرب مني. معلش يا فردوس، مشاغل الدنيا تلاقي كده. طب امسك شيل ابنك، شيل ضناك يا خاين يا غشاش. تسمع يا حبيبي بقى، تسدد لي الفاتوره دي. فاتوره؟ فاتوره ايه دي كمان؟ الله، مصاريف النفقه والحضانه والمسكن الشرعي وانت غايب. لا لا لا، وفر فاتورتك يا سيكوهين، الحساب ده هيكون بيني وبينه قدامي على البيت. حاضر. اتحرك يا سعاده واتحرك. اديني جاي على اذنك يا اخوانا. والفاتوره الفاتوره يا هو. ما تخافش يا مس كوهين،
احنا بقى اللي هنسدد لك الفاتورة. انتوا احنا مسؤولين عينك ولا ايه؟ نستغفر الله. طيب اتفضل معانا على الاوضه بقى. اوضه عشان تتحاسب وتاخد حقك على داير مليل. لسه لو فهمك رشاين استر اسمعوني على البيت وبشر ماما. تعال على الاوضه يا قدامي. افتح. انا مش فاهم حاجه يا مجدي، ايه اللي خلى الولد ده يكون عندكم في الشقه؟ سكوين يا ستي صاحب سامر وسي محسن كان عايز يلعب عليهم لعبه ويلطش منه ماشيين. سيجارة؟ لا والله. ودي تيجي اتفضل سيجارة مني. انا متشكر. انا اسف جدا وخجلان من اللي حصل، انما انت طبعا مقدر الموقف. انا اللي اسف قوي اللي اتسرعت في الحكم، انما الحمد لله جت سليمة. اللي رماكم على كوهين المصاد ده شاوى يا عم شاوى. على العموم يا فتك ده كان احسن درس لينا.